بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. اليوم بإذن الله تعالى سوف نتكلم عن ما هو أذكى حيوان خلقه الله سبحانه وتعالى. مباشرة 90% منكم الآن فكر في بعض الاحتمالات اللي هي إما الثعالب أو القرود أو الذئاب أو الأرانب أو غرير العسل، ولكن هناك حيوان أذكى من جميع هذه الحيوانات ويعتبر أذكى اللي هو حيوان خلق الله سبحانه وتعالى. الحيوان هذا هو طائر من الطيور اللي هو الغراب. نعم الغراب، وبالدليل أول نقطة أن هذا الغراب الله اختاره من جميع الحيوانات أنه هو يعلم الإنسان كيفية الدفن أو طريقة يعني دفن الموتى. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن وجد عندما دراسة سلوك الغراب أن الغراب بيوجد لديه لغة تخاطب، بيوجد لديه قدرة على التفكير السليم بالسبب والنتيجة، ووجد أيضا أنه بيعمل حتى محاكم للأفراد اللي بتخرج عن القوانين الفطرية اللي خلقها سبحانه الله وتعالى. طبعا مثلا جريمة اغتصاب طعام الأفراخ بتقوم هذه الغربان مباشرة بنتف اللي هي ريش هذاك الغراب حتى يصبح لا يستطيع الطيران مثل الفراخ الصغيرة. أيضا اللي هي جريمة مثلا هدم أو اغتصاب عش أحد اللي هي الغربان الأخرى بتقوم اللي هي بتحكم عليه هذه المحكمة بإلزام المعتدي ببناء عش جديد لصاحب العش المعتدى عليه. أما جريمة اغتصاب أنثى غراب آخر فتقوم اللي هي الغربان بمحاكمة أو بإصدار حكم القتل على هذاك الغراب، بحيث تجتمع هي جميع المحاكم دائما وأبدا تجتمع في مجموعة من الحقول يعني مجموعة من الغربان، وبالتالي بتصدر الحكم طبعا بلغة التخاطب اللي تكلمت عليها، وبعد ذلك بيأخذوا هذاك الغراب الميت ويقوموا بدفنه في حفرة طبعا تتناسب مع جثة هذاك الغراب. أيضا من الأشياء الأخرى المعروف على الغراب أو غير معروف على الغراب اللي هو قدرة على الكلام. الغراب يستطيع أنه هو يتكلم أفضل بكثير جدا من الببغاء، ويعتبر الكلام الخاص به أو قدرة النطق لديه هي نفس قدرة الإنسان. يعني الكلام ما تستطيعش انك انت تكتشف ان هذا مثلا مثل الببغاء، بعض الببغاوات بتلاحظ هناك طبعا الصوت غير واضح، اما الببغاء فبيعتبر الصوت الخاص به مشابه للغايه لصوت الانسان، يعني لا يمكن اللي هو تمييزه. ايضا من الاشياء الاخرى اللي ايضا انه هو يستطيع العد الى غايه 9، بحيث انهم قاموا بوضع مجموعه من الارانب في عش معين بيوجد فيه مجموعة من الحشرات وبيخرجوا اللي هو ودخلوهم أمام اللي هم عدد 9 أرانب، فما بيدخلش الغراب إلى هذاك العش إلى غاية إن هم يضل يعد خرج الأول الثاني الثالث، إذا بقى واحد ما بيدخلش إلى العش اللي بيوجد فيه هذيك الجحر الخاص بالأرانب، لما بيوصل 9 بيتأكد إنهم وصلوا أو خرجوا 9 بيدخل. كانت هذه نبذة بسيطة جدا عن أذكى حيوان خلقه الله سبحانه وتعالى. كان هذا الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.